مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ميد ان دارنا. اذا ميد ان دارنا وشنو هو الشعار تاعنا؟ نلتقي لنرتقي. دائما مع شهر مارس وشهر المراه ونورو صنعه اليدين تاع المراه، اليوم عندنا ضيفه جديده وهي رميساء رباحي. نخليكم تعرف بنفسها. مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم، ويعطيكم الصحه على الاستضافه. معكم رميساء رباحي، رسام على الجدران وديزاينر دانتيريور. الله يبارك، الله يبارك ما شاء الله. اذا رميساء، عجبتني بزاف خدمتك، وانا نتصفح في الفيسبوك، يعني كوني انا ثاني تاع الديكور، حنا ثاني نديروا ديكورات الاطفال، نحب هذه الحاجه من زمان. نقول بلي لو كان نعاود لبناتي الحيوط نرسم لهم، حتى طحت فيك انت في لاباج تاعك ترسمي ما شاء الله رسومات ولا اروع ولا اجمل، يعني دي شاتو ترسمي باغ اكزومبل تاع رسوم متحركه، ترسمي طبيعه، ترسمي حاجه جميله كثير جدا. على بها جبتك للبرنامج باش توري المشاهدين يعني صنعه يديك اللي هي راهي قريب نادره، يعني في الجزائر ما كاش بزاف اللي يرسموا على الحيوط، حنا نخافوا نرسموا على الحيوط يضربونا. هاد لي بار كانوا يوتيليزيو لي بابيبان، دوك اكزاكتومون وي كانوا بابيبان، ما تقدريش دائما ديريه للدراري. الله يعطيك الصحه، هو لو ناتورال اي لي بوكو ميو، وزيد لو شوا فيه، لو شوا فيه. قولي لي برك مثلا وعندك حيط، عندك حيط تاع ان كليون ورايحه تصبغيه، اولا اسكو لو كليون هو اللي يخير لو تان توجهي؟ دوك سا ديبون، انا نبعث له لي موديل اللي خدمتيهم ديجا لي نقدر 100% خرجهم له ما شاء الله. و اون بليس لازم دائما يكون الحيط بيان فيني، كوندوي صبيغه كل شيء. داكور، دونك دي حتحطي الرسم تاعك فيه فوالا، ولازم يكون بلون. ابخي انا الموديل اللي يكون خيرو ديريكت نشري الله يبارك الله يبارك. وصارت لك ديجا وانت بروبوزيتي شغل تبروبوزي حاجه هكذا شغل يخلي لك لو كليون ليك لا بال، يقول لك انت دبري راسك وتعطي له واش حبيتي ديري وخير معاه بصح ما شاء الله على حسب لو تام، بيسك انت اللي راح تبداي لا شون، راح تبدا بالرسم ومن بعد يتبعوها حاجات اخرى هكذا. الله يبارك. دونك واش تستعملي كلوازم باش تصبغي زعما حائط؟ نستعمل كيما كامل لي بانتر صبيغه، نخدم بساتيني. الله يبارك. دونك نزيد معاها لي غولو صغار ماشي كبار باسكو ما كاش اسباس كبير. داكو. لي بانسو كامل لي طاي سورتو الصغار كامل. داكو. شويه كاين نقص في الماتريال تاع لي ديسان، دونك لا بليبار راح للمكتبات كبار اللي يبيعوا. داكو، تحطيه وترسمي عليه ومن بعد باش يكون الرسم اولا ولا نرسم بالكريون؟ الله يبارك. ونمحي نورمال بلاكوم، نرسم في الحيط كوم بابي صغير ولا نورمال نرسم لا غير الدوار كبير. مي ولا فتي حطيتي صبيغه ما كاينش حد قدي تولي للور؟ بيان سور، ما لازمش تكوني فوت دوزيام كوش قليل، ونعاود تروازيام كوش سا ديبون لا كولور هذيك اذا ما خرجتش. الله يبارك. دونك واش تقدر تكون لو طابلو اللي رسمتيه ديجا وكان كبير يعني تعبك شد لك بزاف الوقت، يعني وشنو واش كان هذاك الرسم؟ هي كامل لي موديل يشدوني نهار واحد. يشدو نهار واحد؟ اي ما شاء الله، ما ياخذش وقت كثير يعني. لا يا لو كان كمل مع 12 تاع لي ليسونسي نكملوا هذاك النهار. الله يبارك. باسكو ما نقدرش سورتو صبيغه ما تقدريش تروحي تعاودي تولي من بعد تنشف لك دي بلاك ولا عفايس، تسمى لازم الحاجه اللي نبداها لازم نكملها. اسكو راكي تديري هذا العمل هنا برك في العاصمه في الجزائر العاصمه، ولا يعيطولك يعني اور ولايه؟ لا لا، خدمت راني نخدم 48 ولايه. الله يبارك. دي بلاسمون شويه، دي بلاسمون. انا نقول لك التنقل كيفاش، اسكو من عند الكليون، اسكو من عندك انت لازم تتنقلي، اسكو؟ والله من عندي، ولا بليبار اللي خدمت لي زوت ولايه دونك كراش ايكول. اي لا شومبر باش تشقاي ما شاء الله، تخلي له جيست شومبر تعدي تولي صح بزاف. صح، كي تكون حاجه بروجي شغل كبير فوالا. ديرنيير فوا ديبلاسيت وهران، خدمت ريستورون كبير معروف تما ما شاء الله، 3 جور عاود وليت. الله يبارك. بلا ما حبست رحت يعني خدمه شغل متعبه، سوايع لحقت بديت نخدم 12 تاع الليل عاود تخدم من داك خدمه متعبه ما شاء الله. 3 جور عاود وليت كيما نشوف هنايا مثلا. الله يبارك. هذا راني نشوف هدايا مثلا، هاد لو طابلو اللي حيظهر من بعد للمشاهدين، يعني عندك شغل درتي دي مونتاني وفيهم لو ناج و لايبر وجايين في النص تاع الحيط، حاكم لي دو كوتي تاع الحيط
دونك كل واحد داكور كاين لونغ ليه كاين لونغ لهنايا كاين اللي يحب يجي الحيط واحد برك اونفاس كاين اللي يحب يحكم له نص حيط ونص حيط دونك كل واحد دو لي سباس اللي عنده بعد بناء على هاد الديكور اللي درتيه انتيا حيزيدو يكملوا حاجات واحد يكونوا دايرين مسبقا بالك الالوان الالوان هما من عندهم الكليون يقولوا لك حبيت زرق وحبيت صفر وحبيت يخير الموديل من بعد لاكولر عندي نيونسي يخير لاكولر اللي حبها ما شاء الله وانت تمزجي الالوان كاين 1600 كولر الله يبارك ما شاء الله ما يخيروش محبين لا تنتسى ما شاء الله وبلا ما نروحوا يعني ما نسقسيك على السعر شحال استقام حيط اسكو الاسعار يعني في متناول لي كليون هي الاسعار في المتناول الصبيغه اللي راهي كل ما تزيد صبيغه راهي غاليه دونك الخدمه تولي صعيبه باسكو الكليون يقول لك غاليه وهي ما على بالوش باسكو انا نخدم كلش من عندي تسمى نوري له موديل نقول له ميزير تاع الحيط تاعو ابخي نمدلو وتعطي له لو بري بارابور لواش صرفتي واش درتي واش شري كلش دونك المواد الاوليه يعني غاليه هي شوفي في مجال ديكور كاع المواد الاوليه غاليه بيان سور باسكو ما نشريش زعما كولر بيضاء ونبريباري لا كولر بلاش حيط يكون فيه 10 لي كولر شي 10 لي كولر ودي فوا ما تقدريش تشري مينيموم رطل اكيد اكيد حنا عندنا ديجا خبره في هادو لي كولور ثاني كنشروهم حنا في الدومين تاعنا تاع لا ديكوراسيون نشروهم بزاف غاليه دونك مثلا هنايا هادي سي شومبر دو غارسون دونك لا شومبر دو غارسون كي اخترتي الازرق والاصفر وال الله يبارك ما شاء الله نروحوا مثلا هادينا اللي لفتت انتباهي بزاف هادي شابه جميله تانيت كان الحائط شغل درتي له لون تاع البوا ودرتي القمر والغيوم ومن بعد الباقي ومن بعد كي يعمروها لا شومبر اللي انت كنتي قلتي لي تبان لك كي يعمروها دونك كي ترسمي وتخرجي ما كاينش مقتنعه بلي درتي حاجه شابه بصح ربما كي تقولي مازال ما بانش لو ريزولتا تاعي دي فوا نروح نرسم ربما ماشي دايرين لي لومب ولا لا ليميير دونك ما راحش تبان لك مليح بصح كل ما تعمري لا شومبر راح تبان لك يعطيك صحه ولي كليون راضيين ما كاش خطره هكذا عيطوا لك ويقولوا لك واش درتي لنا كي خربشتي لنا الحيط هكاك تاك ما كاش انا خرجت حتى تكون 100% ما كاش مشكل من هذه الجهه نزيدو نشوفو برك مع هنا الله يبارك كي درتي كاع الحيط لا ماشي كامل لا شومبر اي بانت لي جيت تاقه وزوج جوايه من نومن مي فلا فوتو برك بينتها هكداك سينو هي راهي 2 متر من لا شومبر ما دار حاجه ما درت باسكو ما كاش منها ديري له حيط الشومبر كومبلي 300 تغميها صح صح ما كاش منها ما شاء الله فلك شومبر كي اخترتي لو غري ودرتي لو بلو لو بلو هذا شباب سان بو بلو ديغراداسيون تاع الغري ديغراداسيون تاع لو غري درت باسكو تو تما منا ومنا كي الله يبارك ورسمتي حاجه شغل دوس هكذا دي لون دي نواج هكذا دي زيتوال باش تشوفي شغل كلش بالقيس كيما العين هذه تكون من كيما هذه تكون كيما هذا الجبل يكون تناظر لازم يعني كل حاجه تكون كيما هذه المات هذه ماشي حتخطينا تمشي كل حاجه كاع مراحل الحياه بالمتر بكل حاجه لازم نقيس الله يبارك رميسه كنت قلتي لي بلي قريتي ديجا تاني تاع الديكور ديكوراسيون انتيريور راني نقرا دوكا ديزاين انتيريور الله يبارك ما شاء الله وعندها علاقه كبيره بلا ديكوراسيون عندها علاقه كبيره بلا ديكوراسيون واش تقدري تقولي لنا رميسه بارابور لهاد لو تراف واش تقدري تقولي لي كليون تاعك سوا اللي خدمتي لهم سوا اللي ما خدمتي لهمش سوا اللي ربما بالك كاين اللي هضرتي معاهم بالك ويعولوا يرسموا من بعد يانوليو البروبليم دائما يبقى في لا بينتور دونك ما نقدرش نشري كونتيتي صغيره ما تقدريش تشري كونتيتي صغيره باش تحسبي لهم داكو تسمى المينيموم حيط وغير الا قعد لك بيان سور غير الا كاين وين تقعد لك صبيغه مع عمليه اللي درتيها لا كولور جامي تقعد كل موديل يجي لا كولور كيما هي سوا سوا انت تحسبي له سوا سوا يعني لا لا ماشي على سوا سوا كل موديل يخيروه ما سما كي تروحي تشري قلت لك كاين بلوس 1600 كولور ما شاء الله سما كي تشري هاد لا كولور امبوسيبل الاخر راح يعاود يخدم بنفس لا كولور ما شاء الله انا عجبتني المهم انا عجبتني خدمتك الفيسبوك تاعها رميسه رباحي هكذا رميسه رباحي عندك انستغرام انستغرام تيك توك فيسبوك ما شاء الله دوك رميسة رباحي اللي يحب يخدم ديكور ولا يحب يزين الحائط يعني تاع غرفه ولادو لما لا راهي حاجه جديده هنا كما قالت لكم اوليو لو بابي بان اللي ربما يلصق وتنحى ويعاود يلصق ويتقطع ولا تخافي حتى شغل دي فوا ما تصيبيش لو كوبون هذاك اللي يكمل لو بابي ما يجيش على حساب الحيط دونك لو ديسان سي جولي بصح لو كان ما ينسوش دراري بستيلو انا دا واش نخاف لو بابي ولا لوخر بصح في صبيغه ساتيني تتمسح تسمى تنيطويها يعني ميم تكون فوق ان كولور فونسي تجي اي ميم فوق البرونز تقدري تمسحيها ما شاء الله هذه حاجه ديجا مليحه يخلوا الناس يهربوا شويه من البابي ان شاء الله كي نعاود شومبرت بناتي ان شاء الله ان شاء الله نكون بين الزبائن تاعك ان شاء الله واش راكي حابه تقولي رميسه
اش حاجه تضيفيها ولا في البرنامج؟ نقول لهم برك باللي كامل اللي يقدروا يتواصلوا معايا في صفحات في نيميرو تليفون. الله يبارك. ماشي شرط لي شامب، محلات، مدارس. الله يبارك. كما لي كراش لي زيكول بيان سيو. احنا كنا سعداء باستضافتك، بالعكس احنا ماذا بينا نساعدوا نساء ونساعدوا هكذا دي جون في ولا اللي عندهم موهبه وعندهم صنعه، باسكو الصنعه تاع اليدين جامي لا تزول، جامي لا تروح، جامي. والهدف تاعنا تاع البرنامج هذاك هو. رميسة، بما اننا في شهر مارس قلنا شهر المراه، شهر مخصص للمراه، العالم كله يبين صنعه النساء، احنا فخورين كجزائريين بالنساء نتانيك الجزائريات اللي يبينوا ويوضحوا. احنا نعطوك ورده. شكرا. ونعطوك حبه بنيون، ان شاء الله ربي يحلي جميع ايامك، وان شاء الله يكثروا عليك لي كليون حتى تولي خلاص. ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحه. تفضلي. وان شاء الله ربي يكثر منتالكم. مرحبا بكم قناه النهار. اعتقد على ما اظن باش ما يقولوش راهي تفافوريزي القناه اللي راهي فيها، ولا راهي سباقه في هاد الامور، يعني تشجعها وابوابها مفتوحه لهاد صح. كي شغل يجيك تشجيع من القنوات ومن الناس، شغل تممتي ما تكوني طاقه، عباره عن طاقه ايجابيه تتبعث للانسان باش يزيد التحفيز. هذا عباره عن تحفيز، حنا نشجعوا لك كيما انت. وكاين بزاف الله يبارك، الجزائر راهي غنيه بهاد المواهب وهاد الصنعات، وهاد الاخر اللي يقدروا لهيك يروحوا ما يحشموش بها. يعني انا حتى وانه لهيك يعني في لندن ولا يقولوا لي دي شوز اللي كنت تخدموهم انتم تما في الجزائر، وكان يجوا هنا يديروا حاله. بيان سيغ. يعني ما شاء الله ماناش ناقصين من هاد الباب. واش تخدمي يشجعوك. اكيد اكيد. حنا مازال شويه وان شاء الله ان شاء الله في تطور. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نشكرك رميسة، شكرا جزيلا على حضورك معنا. مشاهدينا الكرام نشكركم بزاف على انكم تبعتوا هذا العدد من برنامجكم ميد ان دارنا على قناه النهار. نقول لكم نلتقي في عدد مقبل ان شاء الله. سلام.